بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من كورس داتا اناليسيس. مكملين مع بعض بإذن الله. في الفيديو دوت هنبدأ مع بعض في مكتبة مات بروتليب. مكتبة مات بروتليب هي مكتبة خاصة بالفيجواليزيشن او بالرسوم البيانية، تمام؟ الرسوم والجرافات والكلام ده كله هي اللي هتقدر تعملها لنا، تمام؟ علشان نثبت المكتبة تفتح التيرمينال او السي ام دي. نبدأ الاول. لو انت لينكس هتكتب بايثون 3-m بيب انستول مات بلوت لب وعد سنتر، هتحمل معاك. لو انت ويندوز نفس الكلام دوت، ولكن هتبقى بايثون بس من غير بايثون 3، تبقى بايثون-m بيب انستول مات بلوت لب وعد سيبها تحمل، هتتثبت معاك بإذن الله، تمام؟ اول حاجه هنا هنعمل امبورت للمكتبه. هنكتب امبورت ونقول matplotlib.byplot. باي بلوت دوت هو الموديل اللي هنستخدمه من المكتبه، واغلب شغلنا هيكون في الباي بلوت، يعني احنا تقريبا مش هنستخدم حاجه غير الباي بلوت دوت، تمام؟ فهنقول له امبورت matplotlib.byplot، هات لي من الماتبلوتليب، مكتبه الماتبلوتليب هات لي منها الموديل اللي اسمه باي بلوت، تمام؟ واختصره لي في كلمه او في الثلاث حروف دول البي ال تي، عشان ما كنا بنعمل في البانداس كنا بنختصرها في البي دي، وفي نمباي كنا بنختصرها في الان بي، تمام؟ تمام. يعني دلوقتي انا لما عاوز اكتب استدعي او اشغل حاجه من الباي بلوت هنا في مكتبه المات بروتليب، بكتب البي ال تي ودوت، وبعد كده بكتب بقى الامر اللي انا عايزه او بشوف ايه الفانكشن اللي انا عايزها، تمام؟ هنا عملت او تعال نشوف الاول البلوت بتاعنا. هنا كتبت له البي ال تي، لو اختصار لي المات بلوت ليب دوت باي بلوت، تمام؟ قلت له دوت بلوت. الشكل اللي اسمه بلوت او اللي هو اول حاجه هنبدا بيها، الشكل اللي اسمه بلوت دوت اللي هو الخط الاحصائي. يعني ايه الخط الاحصائي؟ تعال نشوفها اسهل، يعني بدل ما يبقى فيه كلام كتير، لا احنا نشوفها هتبقى اسهل لنا وتفهمنا الدنيا اكتر، تمام؟ ادي هنا اهو عمل لي الشكل اهو احصائي، تمام؟ جراف نسميه جراف. وادي هو دوت اللي اسمه بلوت. الخط الازرق دوت هو اللي اسمه بلوت. مش انت بتشوف اشكال احصائيه او جرافات بتبقى فيها اشكال كده، خط كده بيمثل كل نقطه منهم، بتبقى فيه محور س ومحور س ومحور ص والكلام ده كله، وبتبقى مكان كل نقطه عندك في الس والص بتوصلهم ببعض وبتعمل خط. اهو الخط دوت هو هنا في المكتبة اسمه بلوت. الخط دوت بقى بيمثل لي ايه؟ الخط دوت بيمثل لي النقط بتاعتي على محور السين وعلى محور الصاد، او زي ما هيتعامل معاها يعني محور اكس ومحور واي. الاكس اللي هو محور سين والواي اللي هو محور صاد. تعالوا نرجع للكود تاني، او هات عشان ايه نشرح عليها الجراف تاني. خلي الجراف كده. هنا لما قلت له دوت بي ال تي دوت بلوت، يعني اعمل لي خط او اعمل لي خط اللي هو الخط الاحصائي دوت، وفتحت له قوسين، اديته اول حاجه اديته محور السين او الاعداد بتاعه محور سين والاعداد بتاعه محور واي، او النقط بتاعتي الاماكن بتاعه النقط بتاعتي في المحور سين وفي المحور صاد، او في المستوى سين صاد، او في الاكس والواي يعني، تمام؟ الاكس هنا او اللي هو بنقول عليه بالعربي سين، محور سين ديت النقط بتاعته، ديت الاماكن بتاعه اللي على محور السين او اللي على محور اكس، تمام؟ هنا ايه ليست وفيها ارقام 100 200 300 400 500. احنا المثال دوت عاملينه اكن مثلا دي شقه، تمام؟ اكن دي مساحات شقق، ماشي؟ وديت مثلا اسعار الايجار للشقه ديت. فهنا مثلا الشقه اللي ايجارها مثلا اللي مساحتها مثلا 100 متر ايجارها مثلا 1000، الشقه اللي مساحتها 200 ايجارها 2000، الشقه اللي مساحتها 300 ايجارها 3000 وهكذا، تمام؟ طيب انا جيت دخلتهم هنا، اول حاجه بدخلها له المحور س او اللي هو المحور اكس، تمام؟ وبعد كده فاصله او كومه وبكتب له النقط بتاعتي على محور واي او على محور صادات، محور صاد. بعد كده بقول له بي ال تي دوت شو، يعني ابدا بقى ارسمهم لي او ابدا اعمل لي الجراف دوت، اظهر لي الجراف دوت. لو انا ما كتبتلهوش بي ال تي دوت شو ديت، انا ما كتبتهاش مش هيعرضها لي. تعالوا بصوا كده،
في الدوت بيعمل رن، مش هيعرض لي حاجة، تمام؟ اه مش هيعرض لي حاجة خالص. لازم اجي هنا واقول له plt.show. تمام. هدي كده اهو، انا قلت له هنا ادي المحور اللي تحت دوت، هو دوت اللي اسمه المحور اكس او المحور سين، والعمودي دوت اللي هو ال 1000 1500 2000 1500 دوت هو المحور صاد او محور واي، تمام. فانا هنا قلت له اول نقطة عندي هي بتبقى قدام رقم 100 في محور اكس وقدام رقم 1000 في محور صاد، فالنقطة بتاعتي الاولانية هنا اهي، هنا اهي، تمام. هو بدأ بيها. بعد كده النقطة التانية عندي بتقع قدام 200 في محور اكس و2000 في محور واي. تعالوا نشوف، ادي 200 في محور اكس و2000 في محور واي، تقع هنا في الحدود دي كده، في الحدود دي كده، تمام. والنقطة بتاعتي اللي بعد كده تقع قدام 300 في محور اكس وبتقع قدام 3000 في محور واي. نطلع تلاقيها هتجيبها هنا، هنا في الحدود دي كده، تمام. اهي لو مشينا كده هنلاقي هنلمس محور واي من هنا، ولو جينا تقاطعنا معاها هنا هنلاقيها ان هي جايه على رقم 300 او قصاد رقم 300 في محور اكس، تمام، وهكذا. تعالوا نغير في الاشكال في الارقام عشان نشوف نغير الشكل دوت شويه في الكراف دوت. نخليها مثلا ارقام بتطلع او بتنزل، يعني مثلا دي خليها مش 1000، دي خليها 1000 خليها 800 مثلا، 1500، 2000، 1800، تمام. يعني بحاول اغير لكم عشان تشوفوا شكل مختلف شوية عن اللي شفتوه دوت، تمام. بصوا الشكل بقى عامل ازاي. اول حاجة قلت له انه قدام محور اكس هنا الالف او مية، يعني مثلا الشقة اللي مساحتها 100 سعرها مثلا او تقع قدام محور واي، يعني اللي هو السعر بألف مثلا، تمام. والشقة اللي مساحتها 200 اهي، تمام، ايجارها ب 800 مثلا. طبعا دي ارقام تخيلية، يعني مش يعني كمثال، يعني عشان تفهمكوا اكتر المثال، تمام، وهكذا مع باقي العناصر يعني. فهو ده كان شكل البلوت اللي هو شكل الخط دوت، تمام. طيب احنا طبعا يعني الشكل دوت هنستخدمه كتير جدا، هو وحاجة تانية اسمها سكاتر والهيستوجرام، يعني دول اكتر دول التلات اشكال اللي هيبقى اغلب شغلنا عليهم. طبعا انت ممكن دلوقتي تكون مش فاهم ايه اللي هنستخدم فيه الشكل البلوت دوت او الاشكال اللي جايه بعد كده، ولكن زي ما قلت لكم هتفهموا يعني مع الوقت هتفهموها اكتر يعني، وبالذات مع الجزء الثاني من الكورس اللي هو هنبدا نخش فيه بقى في البروسيس، في البروسيس بتاعه الداتا اناليسيس هتفهموا فيه الدنيا دي كلها. طيب انا شفت لو انا لما باجي اعمل جراف، هو بيعمل الجراف او بيعمل الخط بتاعي البلوت بتاعي بلون معين، يعني هو بيعمله مثلا بلون ازرق، تمام. انا مثلا عايز اخلي الخط دوت بلون مختلف، انا عايز اغير مثلا اخلي الخط دوت مثلا يتعمل بلون احمر، يبقى الخط دوت كده عايزه مثلا يبقى لونه احمر، اعمل ايه؟ كل اللي هتعمله هتيجي هنا بعد تكتب محور اكس وبعد تكتب محور واي، هتيجي هنا تعمل فاصله او كومه وتكتب color وتكتب لو اسم اللون اللي انت عايزه، قلت له مثلا ريد احمر، في دوت رن، هنلاقيه هنا اهو جه غير لي اللون وخلاه احمر. كمان انا مش ممكن بس انا مش بس ممكن اخلي اكتب له الاسم كامل، لا انا ممكن اكتب له اول حرف من اسم اللون دوت، قلت له ار، يعني ار هي اول حرف من اللون اللي اسمه ريد، هنلاقيه برضو هنا جابها اللون الاحمر. كمان في حاجه تانية ممكن تعملوا بيها او بطريقه تانية، بس دي اللي هيفهمها اكتر الناس اشتغلت في الويب وفي السي اس اس، انك ممكن تكتبها له بال بس اللينك هنا، لازم تكتبها له بالشباك او بالرموز.
في الالوان مش عارف بتبقى الوان بالارقام وبالحروف والكلام ده كله، انا مش حافظهم الحقيقه، بس يعني ممكن نجرب حاجه كده ايه معاكم نشوف هتطلع تديني لون ايه. دي طريقه برضه تكتب بيها الوان، اللي عارف اللي عارفه الناس اللي عارفه الطريقه ديت الناس اللي اشتغلت، بص لون مصفر اهو، اللي عارفه الطريقه ديت الناس اللي اشتغلت في الويب وبالذات يعني في السي اس اس. تمام في حاجه تاني تعال بقى نغير اللون دوت، خليه مثلا ايه ريد. تمام طب السمك بتاع الخط دوت يعني بس انت سايب الاول واعمل رن، انا عايز اغير مثلا في السمك بتاع الخط دوت يعني الخط زي ما احنا شايفين هنا الخط اهو، انا عايز اخلي الخط دوت يبقى اتخن شويه او يبقى ارفع شويه طبعا زي ما انا عايز. بعمل ايه عشان لو انا عايز مثلا اكبر حجم الخط دوت او عايز اصغر حجم الخط دوت؟ كل اللي بعمله اني باجي هنا بعمل كوما بعد الكلر او بعد الاكس والواي، بعمل كوما وبكتب له لاين ويدث، لاين ويدث او عرض الخط، وبكتب له بكتبها له كرقم. يعني مثلا هو الديفولت ان اللاين ويدث بيبقى باتنين، يعني دبل كده لاين ويدث باتنين بيساوي اتنين. انا لو عايز اكبره خليه اكبر من اتنين، خليه مثلا اربعه عشان ما يبقاش كبير قوي. اقفل دوت. تمام بصوا الخط بقى اتخن، طبعا ممكن اكبر اكتر، لكن كبرت اكتر من كده بقى الشكل وحش خالص. ممكن كمان اصغر زي ما قلت لكم، هو الديفولت بتاعه ان هو بيبقى اللاين ويدث باتنين، فانا هخليها بواحد تبقى اصغر من العاديه. شوف الشكل هيبقى عامل ازاي. تمام بقت ارفع اهي لو ملاحظين يعني. تمام طيب في حاجه بقى عايز اوريها لكم في الشكل اللي هو بتاع اللي بيعمله الماتبلوتليب دوت او الجراف دوت. الجراف دوت انت ممكن تحفظ الشكل دوت كصوره، ممكن تحفظه كصوره. ازاي اقدر احفظه كصوره؟ ما انت في الغالب هتحفظه كصوره اصلا، علشان لما تيجي بعد ما تعمل اناليسيس للداتا وتعمل لها فيجواليزيشن او تعمل لها رسم بياني، تمام، تبقى عايز مثلا تحطها في التقرير بتاعك او في ايا كان يعني، فبتبقى عايز تحفظ الصوره. طب ازاي احفظ الصوره ديت؟ ما هي اصلا هي كود، انا عايز احفظها بقى كهيئه صوره، مش عايز اروح مثلا مش عايز مثلا يبقى قدام الناس مثلا بتوع البيزنس او ايا كان الناس اللي بتعامل معاهم اديها لهم ككود. هم الناس مش فاهمه في الكود، هم مالهمش في الكود، شغلهم مش كود، فمش عارفين فيه. فانت لازم تحفظها لهم كصوره، حاجه يعني يقدروا يشوفوها او يقدروا يتعاملوا معاها. طيب ازاي اقدر احفظها كصوره؟ عشان تحفظها كصوره هتيجي على العلامه اللي هنا ديت اهي، علامه السيف ديت، وتدوس عليها. هيفتح لك هنا ويقول لك اختار انت عايز تحفظها فين. انا قلت له مثلا هخليها مثلا على الديسكتوب. ماشي ديسكتوب. تمام واجي مثلا اسميها مثلا جراف 1. تمام وتحت هنا يبقى هنا الاسم، وهنا بقدر اختار انا عايز الصيغه بتاعتها ايه. ممكن اخسيفها بصيغه بي ان جي او بصيغه الجي بي جي والجي بي اي جي والكلام ده كله، ممكن الاس في جي، يعني عندي كذا كذا او صيغه الرو او الار بي جي، يعني عندي صيغ كتير اقدر احفظ بيها الصوره. فاحسن حاجه ان انا اسيفها يا اما بي ان جي، تمام، يا اما اسيفها جي بي جي. انا بحب اسيف على هيئه جي بي جي. اقول له سيف، فول كده ان هي اتسيفت. تعال نقفلها، تعال نروح نشوفها. انا قلت له على الديسكتوب، بس الديسكتوب بتاع الروت. نرجع الروت ديسكتوب اهي، هنلاقيها اتسيفت هنا. افتح، هنلاقيها اتسيفت اهي على هيئه صوره. تمام طيب معلومة أخيرة بس أو حاجة أخيرة يعني بعد كده نقفل بقى الفيديو دوت. أنت مرحلة عذرا مرحلة الفيجواليزيشن أو عرض البيانات أو التمثيل البياني البيانات أو الشكل البياني يعني اللي بتعملها ديت، أنت ديت أهم مرحلة أنت بتعملها أو أهم مرحلة أنت لازم تعملها. أنت في الأول بتجي لك البيانات وبتعمل عليها بروسيس وبتطلع منها بيانات احصائيه كارقام ومش عارف ايه، بس كل دوت يعني برضه مش هتقدر تتعامل معاه. يعني انت تخيل عندك
ألوفات من الصفوف. عندك جدول فيه مثلا 10,000 صف، تمام، وفي 50 عمود، في 50 معلومة أو 50 عمود. فانت دوت انت اصلا كده مش فاهم، مش هتبقى فاهم شكله، حتى لو اتعاملت معاه بالارقام وطلعت منه بارقام احصائيه مهما كان برضه مش هتقدر تفهم الداتا ديت او الجدول دوت بشكل مثالي بالارقام ديت. فانت لما بتعمله فيجواليزيشن او بتحوله لشكل بياني او لرسم بياني انت بتفهم الداتا ديت اكتر. يعني مثلا لما انا عملت شكل مثلا زي ده، الشكل دوت، تمام، انا ممكن اكون يعني دلوقتي المثال تافه، لكن بعد كده لما نيجي نشتغل مثلا ممكن انا عايز اعرف مثلا ايه السوق مثلا ماشي ازاي. السوق مثلا بيجي في يوم معين او في وقت معين وبقى البيع مثلا قليل، المبيعات قليله، او بيجي في وقت تاني بقى المبيعات عاليه مثلا. فالجرافات والكلام ده كله او الاشكال البيانيه ديت بتبين لي اكتر الداتا وبتفهمني اكتر ليها، فبالتالي انا هقدر اوصل المعلومات بتاعي، المعلومات او التحليلات بتاعتي بشكل احسن للناس. تمام، وما تنساش انت اسمك داتا، انت بتتعلم حاجه داتا اناليسيس، اسمها داتا اناليسيس، يعني انت شغلك انك تحلل البيانات علشان تقدر تفهمها اكتر، عشان تقدر تفهم المعلومات او الجدول اللي معاك اكتر، فبالتالي تقدر انت او سواء الشركه اللي انت فيها او العميل بتاعك يقدر يحسن من وضعه مثلا، او يقدر يحسن من منتجاته. تمام، فانت في الاول في الاخر انت دورك انك تعمل اناليسيس وتفهم وتطلع معلومات من الداتا دي تفيدك. فعلشان تقدر تطلع معلومات تفيدك لازم تتمثل بشكل بياني كده علشان تقدر تطلع منها معلومات تفيدك وبقى شكلها اوضح. تمام، شكرا ليكم شباب، واسف على الاطاله.